السلام عليكم، معكم مطبخ هانيه. اليوم في مطبخ هانيه فوالا نبداو حلويات العيد. رانا اليوم يعني رانا قريبين خلاص رمضان. هذيك هي نبداو حنا طريقة تحضير الحلويات. انا فاش راح نبدا اليوم راح نبدا في يعني في النقاش. النقاش هذا اللي عليه طالب بزاف، على هذاك كان نسبق فيه ويشد يعني داين، ماشي حاجه اللي تخزن ما توجديها بكري ما يخسر له والو. نبدا طريقه تحضير هذا النقاش. واش عندي راكم تشوفوا المقادير، انا نبدا ديريكت نحضر ونقول لكم واش كاين في المقادير ديالو. نجيب الجفنه ديالي هكذايا، نحط الجفنه. عندنا 500 غرام فرينه، هاي الفرينه انا اللي صيرتها بصح كنت نكيلها لكم بالكاس باش تشوفوا شحال من الكاس دخلت لنا. 500 غرام هاي لك. واحد هكذا، واحد ربعة، ربعة كيسان هاي لك. هدايا ربعة يعني اللي عمرتها يعني هكذايا. نتوما كي تعمرو الكيسان فردهم شوية، قيس 500 اللي ما عندهاش الميزان. اللي عندها الميزان تقدر دير 500 على جه هاي لك. بعد ما ندير درت الفرينة، واش نجيب ندير شوية تاع لاباني، ندير قبلنا واش هكذا شوية لاباني، نجيب شوية ملح على راس المغرفة هكذايا، نديرو نجيب شوية تاع خميرة كيميائية لي فيغ شيميك، نديرو تاني على راس المغرفة هكذا. من بعد نجيبو عندنا نص كاس تاع سكر كلاص، ما يعادل 60 غرام. لي تحب تكيل، لي تحب دير هكا، لي تحب عندها ميزان دير 60 غرام سكر كلاص هايلك. نديرهم مع بعض هكدا، نخلط هادوما هكدايا تكون كمية قليلة، تحب ضعف كمية ضعف هكدايا. بعد ما خلطهم واش نجيب عندي هنايا قيس 125، عندي بين السمن والزبدة مازالين عندي 250 غرام في هذه الكمية. أنا اللي كينتهم على جوج كيسان، ولازم ما يكونش دايب، يكون هكذا. دوكا ولا عندك ما عندكش يعني ميزان كيلي بصح هاكو تشوفو ماشي معمر الكاس، ديرو قيس كاس غير ربع، مام مانكارين شوفو كاس إلا غير ربع. إلا عندك ديري 250، إلا ما عندكش هاكو تشوفو هادوك البايض تاع المانكارين لابيل هم 250، جيبي مانكارين لابيل ديريها، ديري نقصي نص تاع المنقاري وديري نصها جزء السمن، نعمريها قيس 250 هاي لازم يكون هكا على حساب اللي عندك. ماشي دوك هو كي يجي هكا خير، يجي من الدم يجي بنين يجي طريم بالسس. نزيد نكمل هاديك، هو انا المنقاري اللي استعملتها منقاري لابيض، يعني نخدم بها اللي صابلي نخدم بها هاك هاكدايا. شوفو ندخل دوك انا هاد السمن تاع المنقارين مع الفاينة تاعي بهاد الطريقة. شوف هاك هاكدا ندخل فرينة مع السمعاد لي دام هذاك وسر النجاح من النقاش. لازم العجينة تاعو تبات باش يجيكم مليح ويشرب هذاك الماء، يشرب يجي مبسس يجي بنين هكذايا. كل وحدة دير واش عندها، ماشي يعني لازم هو السمن هو اللي يعطي لها هذاك التبساس بزاف. ما فيهش الماء باش تكون هي فيها شويه الماء. هاكو تشوفوا بعد ما خلطت
كاع يعني دخل كلش مع بعضو، راك تشوفو كيفاش ولات. ها ما نقدر نعطيها التاج اللي ها، شوف شوف كي تحبوا باش تعرفوا بلي تبستها واش دايره هكذا. راهي موجوده. واش عندي دوكا؟ عندي باش نبلها نوضك الكاس، هاني عمرته نص كاس، نص كاس عندي نص مزهر ونص ماء. نص كاس ما يعادل 120، تحبوا الكيلو 120 غرام. دوك نبدا نرش بالعقل، هو يدخل نازل كاع صح من كل وحده والفاينه تاعها. كاين فاينه تشرب كاين ما تشربش. تمام هذا الشوكه هو، شوفوا كيفاش، شوفوا كيفاش راهي تعجن. هذوك النقاش تاعنا يعني نقصف وصفة النقاش، النقاش كيلقى في الوصفات. أنا هاد الوصفة عجبتني على هذا بدرتها لكم. كاين حبيبي ديالو البيض، كاين كل واحد كيفاش. أنا هادي عجبتني على هاد كبرتها. ها راكو تشوفو يجي هكا يعني، هو دوكا كي نحطوه يبات ينشف ميبقاش هكذا شامل. شوفوا العجينه تاعنا كيفاش دوك. ها دوك كانت فيها الماء، شوفوا كيفاش ربعت. هاي شوفوا العجينه تاعنا شحال شابه، شوفوا فيها هكا. دوك انا واش نجيب، نجيب كيس بلاستيكي نديرها في يعني في الثلاجه. هذوك انا نديرها في يعني في الثلاجه ونخليها كي باقا تقدري ديريها في الليل غدا تطيبيها، ولا ديريها الصباح وتطيبيها في الليل. بعد ما درت العجينه انا اللي ندير في الغص، حبيت نوريه لكم قبل ما نبداو واش تاكلوا. الغص هذايا، هذا الغص تاع هذاك تاع البطانه اللي يجي داخل هذيك الحبات، يجي داخل بيدون ولا داخل الشكوى ولا واش تاكلوا. انا فورتو، كي فورتو درت له شويه تاع زبده ودرت له شويه ما زهر. شوفوا كيفاش جا، جا خفيف. شوفوا كيفاش راهو يعني ما راهوش جامد. شوفوا كيفاش، شوفوا كيفاش راه راهو طري. انا واش ندير دوكا، انا كي راهو هكايا ما يهمنيش، نقدر نخليه يبرد يجمد غدا عندك باش ندير به. صح انا دوك ندير به النقاش تاعنا نعمرو في لابوش ويجيني ساهله ساهل باش نديرو داخل العجين. هذه هي حبيت نوريه لكم تاعنا بعد ما ريحت. هاك شوفوا هذوك جبتها من الثلاجه راهي بارده. دوك نبداو نخدمو النقاش تاعنا. نجيب شويه فرينه طاب دو طراف تاعي. يعني جبت انا هاد الفاشيات يجو فيهم الديول، هاك شوف كيفاش يجو سوا سوا يعني بروب يعني حاجه مليحه. دوك نزيد نغطي هادي باش نحل العجينه تاعي ما تسحريش وما تسخش، نزيد لها فرينه هكا نحلها شوف هاك الطول باش ناخذ لها فرينه تاع الطول، من بعد نزيد ندور ونحلها هكا. هكذا نوقف بعد ما نوقف نحيها. طيب ناخذ مليون نحيها دابا شويه، نجيب هذاك الغاز تاعي اللي درت في لابوش هاوليك ندير هنايا هكذا. يعني هاد سيبلي بخاتيك كديري الحربوش هكدا ويجي طريق عاد طيب داخل هكدا ونبدا نضرب. هكدا
بحال حب العرض هنايا، هذاك هو العرض تاعها، ما نزيدش من عرضها، نقطع ندير الحب باش تاعي. اللهوي هاكو تشوفو يعني راه ما غيتبان ملاح هكدايا، ندور وحده وين ما نشوفش الغاز هذا كيبان لي. نقطع هاكو هاكا ندير حبات قفل دا نقفل فيهم، نحيهم من البلاستيك. اللهوي نجيب الشفرينة باش العجينة تسقي. هاديك جبت شفارينا باش ندير هنا، لازم نزير مليح هادوما لي وين داخلين الفتحة قبل ما نكمل الخدمة، نزيرهم هما مليح. هاكو تشوفو راني نخدمهم تو راني نزيد نلم في العجينة باش ندير لها لافورم وحدة هكدايا، هاك شما تشوفو هكدايا. وبعد ندور واش ندير، هاد الجهة نخليها هكا وهادي نقص شوية هذا، ونجيب ندير حق صبعي نسيي نتقب الحبة بهاد الطريقة، هاك نوسع هنا الحبة، تقدري ديري هكا تاني هاك، علاش باش نجيبو هذا ندخلوه هنايا. نقصو الشير هكا باش متجيناش حبة كبيرة بزاف، ندخلوه هنا ونزيق. نغلق هنا مليح، هاكا تشوفو فيا، خصني نضبط لكم مليح باش تشوفو. هاكايا نغلقها مليح. من بعد عندي هنايا هاد المول هذايا، هاكو تشوفو حنا لي حنديرو هذا راهم يتباع، راح ندير باش عندو شنو باش لافورم تاع النقاش. شوفو كيفاش جاي هذا بنايا، انا دوكا كي ندير نتبع على لي زونخان تاع هذا باش يجيني الحبة موزونة. لي تحب ما ديرش بهذا دير سامب، هذا انا كي عندي شريتو غير على جال هادية، هاكدا ندخل الحبة تاعي الداخل. هاكو تشوفو الحبة درتها غيدا، كي دخلتها لداخل جات تسوسو مع المول، درتها لا كبيرة. معليش هكدا تاني باش تطلع ما تجيش هابطة هكدا. دوكا انا نزير على غطي، نحط هادي دوك تجيه نزيد نعمر وحدة باش الحبة تجي موزونة. هاد الكوان نزيرو هكدا بالطول، نجيب الحبة هكدا نحي لها الزايد تاعي كبيرة بزاف، نحتا ندخل يديها ونفتحها الثقبة هذي. هاك شوفو التمر باش ما تجيش الحبة فارغة من التمر. دوك هنا نغلقها كيما قلت لكم، انا اللي وريت لكم نزيد نكملو هذه الحبة الثالثة باش تشوفو كيفاش درت. هنايا قلت لكم هذا نزيرو مليح باش تغلق الحبة هنايا، ومن بعد هكدايا ندخلو البشون باش ما تجيش هكدا هكدا. دوك تشوفو فيا دوك واش ندير، عندي هنا الكوب بعد هدايا نحط عليه الحبة تاعي تاع النقاش هاديك لي حابة نديرها، زعما معنديش على المول باش ندير، نحب ندير بهاد الطريقة. واش ندير، نجيب النقاش نهاوليك النقاش تاعي ونبدا ننقش. وين نروح، نروح لهاديك البلاصة لي غلقتها نبدا ننقش فيها، نبدا هكا ندير الفارينة باش يساعد لي. هاك شوفوني نروحو غير بالعقل متقلقوش.
نلحق حتى لهنا، ومن بعد واش ندير؟ نطلع للفوق. مول كنت نزيد هاني هنا، نزيد نطلع لهنا. شوف هاي الحبات تاعي، شتو كيفاش جات؟ هاي كيفاش هادي بلا طابع. هاي تكون حط هادي ونوريكم الاخرى. هاي اللي كنتو كنجيبو هادي نحوها نديروها فوق السيليف هكذا. هاي نحطها هنايا هكذا. هاك شوفوا الشكل تاع واش نديرو. نديرو نفس العملية، نديرو البوشون داخل باش يجينا لو غون داخل، يجي قد قد ما يجيش جهة كبيرة وجهة هكذايا. شوفوا الهدا هذا دوك نتبعو عليه. هاي شوف تشوفوني كيفاش راني نتبع. جينا طرية روحوا لها غير بالعقل. هاذي شوف شفتو الحبة؟ شوف يعني نديرو بهادي، كنا نديرو بالمول كيف كيف. نحي هذاك البوشو ونحطها في السنيرة، نكملو العملية بعد هاو ليك النقاش يديناه مع بعض. ما عاد ما كملتو، شوفو كيفاش خرج. خرج ما شاء الله، وصفة ناجحة 100%. ننصحكم تجربوها. هاكو شتو النقادير، ماشي صعب، ساهلين، حاجة سهلة ويعني باينين شغل، ما فيهمش حاجة صعيبة. كتكيلي غير بالكاس كيما درتلك وتخدمي هذا النقاش، يجي روعة روعة روعة. شوفو كيفاش جا، شوف شوفوا النقش تاعو ما خليتوش قاعد، يعني زدت تم طيبته. وهاي اللي كنتو تشوفوا، نزيد نحل لكم الحبه. شوفوها كيفاش جات لداخل، شوف شتوها شحال جات فيتي. وشوف شوف شوف شحال جات. قلت لكم وصفه ناجحه، وهذاك التمر داخل يقعد هكاك طري. هذيك يعني اللي درتها اني ما درتش التمر، خليته طريته مليح ما درتوش. شوفوا شحال جات. هذه هي الوصفه تاعنا، ديروا لنا اشتراك يعني يشوفونا، تابعوا الفيديو حتى الاخير باش يتحسب لنا. هكذا نقدروا نكملوا معاكم وندير لكم فيديوهات، يعني كل ما تحتاجوه رانا في الخدمه. نتوما برك تهلاو فينا. اللي ما قدرتش تشوف الفيديو تخليه يتسجل وتروح تخدم شغلها يا سيدي، ما تشوفناش تخليه او ما يدور يكمل لقايتي وتنحيه. هذه هي اش نقول لكم. تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لذنوبكم. هذا اول فيديو درتو للحلوه، وان شاء الله يكون المزيد. واللي حبت حاجه تبعت لي وما كان حتى مشكل. شكرا.